يمكن الحديث عن منتدى شباب العالم لم يتوقف رغم انتهاء فعالياته اللي استمرت في الفترة من 10 من يناير وحتى 13 من يناير. ده بسبب يعني وجود فعاليات كتيرة فيه، بنتكلم على فعاليات اقتصادية، فعاليات سياسية، ثقافية، والجانب الترفيهي أيضا كان موجود في منتدى شباب العالم. كان في عمل مسرحي مهم جدا ونال إشادة كل الحضور، ويمكن لفت نظر المشاهدين في هذا العمل أكتر هو دور الفنان اللي قام بدور مولانا جلال الدين الرومي، هو الممثل القدير عزت زين اللي بقاله 4 سنين بيقدم دور جلال الدين الرومي في مسرحية قواعد العشق الأربعين اللي بتنتجها وزارة الثقافة. معانا دلوقتي الفنان القدير عزت، عاوزين نعرف منك في البداية بعد صباح الخير يعني الدور الرائع اللي انت قدمته والتحضيرات ليه كانت عاملة ازاي. بقى انت بنتكلم بقالنا 4 سنين تقريبا بتقدم نفس الدور، لكن بصراحة وإشادة تفوقت على نفسك فيه. صباح الخير، أشكركم جدا أستاذ أحمد. الحقيقة طبعا يعني تم اختيار الدور جلال الدين الرومي في المنتدى الشباب بناء فعلا على شركتي في مسرحية قواعد العشق الأربعين اللي بدأت سنة 2016 على مسرح السلام. طبعا التعرض لشخصية تاريخية بيحتاج دايما إلى الرجوع للتاريخ، التعرف على السيرة الذاتية لجلال الدين الرومي، الأشعار اللي كان بيكتبها، كتاباته بقى وعمق الفكري فلسفته. طبعا كانت رحلة طويلة مع جلال الدين الرومي الحقيقة. كان مهم جدا ان انا اعرف كمان الجانب الصوفي، يعني هو حصل له حالة تحول من انه رجل دين بياخد دايما بالنقل النقل عن الاخرين، لما قابل شيخه شمس الدين التبريزي حطه في اختبارات متعدده. يعني كان من ضمن هذه الاختبارات انك انت بتقدم دايما خطبك الدينيه داخل المسجد. صحيح. ماذا عن الذين لا يرتدون المساجد؟ يعني انت محتاج تقدم نفسك دائما الى الانسان حيث ما كان. نعم. مش تنتظر اصلا الشخص اللي بيرتدي المسجد عشان تقول له خطبك وموعظك وهكذا. صحيح يا استاذ عزت، لكن الحقيقه انه ظهور جلال الدين الرومي على مسرح منتدى شباب العالم في حفل الافتتاح كان ليه ردود افعال واسعه بين الناس، استقبلت ازاي ردود الافعال دي؟ والله طبعا انا يمكن لان يعني كنت حاسس ان انا بقدم حاجه هي امتداد لحاله انا عايشها. صحيح انا بقالي فتره مش بقدم الشخصيه دلوقتي وبقدم عمل تاني مسرح الكوميدي حاليا، لكن كان الرجوع للشخصيه دي كان بالنسبه لي لاني عشت معاها فتره طويله يعني. فطبعا ردود الافعال الحقيقه كانت ايجابيه جدا، ويمكن انا برضو فوجئت بالصدى اللي هي عملته وسعيد جدا بيها طبعا، يعني لا انكر هذا. احنا اللي سعداء بوجود حضرتك معانا، لكن عاوزين نعرف الدور اللي حضرتك قدمته في مسرحيه منتدى شباب العالم مشابه لدورك في قواعد العشق الأربعين؟ طبعا الموضوع مختلف، ان هنا كنا بنتعرف على الجانب الفلسفي اللي عند جلال الدين، رؤيته للعالم في منتدى شباب العالم. في منتدى شباب العالم، لكن المسرحية كانت بتقدم المراحل الزمنية في حياته. ما قبل شمس الدين التبريزي كانت مرحلة مهمة، وما بعد معرفته بشمس الدين التبريزي. طيب استاذ عزت، الكواليس كانت عامله ازاي؟ لانه احنا يعني كنا موجودين هناك وعارفين انه الجهود الكبيره اللي موجوده قبل ظهور المشرف ده بتكون يعني جهود مضنيه الحقيقه، ومساله كمان استخدام تقنيه الهولوجرام علشان تظهر الصوره بهذا الشكل العظيم. احكي لنا كده اصعب حاجه كانت موجوده في الكواليس. لا وطبعا عايز اقول لحضرتك المكياج استغرق وقت طويل جدا. يعني عايز اقول لحضرتك ان انا قعدت اكتر من ساعتين في عمل المكياج. انا عندي لحيه خفيفه شويه. هو عشان يصل بالشكل الباكير المحترف، يعني عشان يصل بالشكل ويقربه لجلال الدين الرومي، قعدت تقريبا ساعتين عشان يطلع بهذا الاتقان. نعم. وهذا الجمال. كمان تجارب الملابس، يعني انه بخوض تجربه تغيير ملابس متعدده
طبعا هو جلال الدين الرومي كان مميز بغطاء الرأس الطويل ده بتاع رقصة المولوية، لكن اختيار بقى ألوان الملابس والبدائل، يعني اختيار ما بين بدائل ده برضه استغرق وقت طويل جدا. التقنية بقى، التعامل مع التقنية مع التكنولوجيا دي نفسها، العادات المتكررة عشان يصل المخرج إلى الشكل الأمثل الجوردي، واللي يحسس المشاهد إنه الشخصية مجسمة بأبعادها الثلاثة فوق خشبة المسرح. يعني أستاذ عزت زين، حضرتك موجه تربية مسرحية وخرج من تحت إيدك نجوم كتار، عاوزين نعرف مين أبرز النجوم اللي موجودين دلوقتي؟ هو في الحقيقة يعني أنا كنت طبعا موجه عن المسرح في الفيوم، وكان من حسن حظي إن أنا يعني كتير من الناس اللي اتجهوا للمعهد الفنون المسرحية زي المخرج عبد الحسن ومدير مسرح الطليعة حاليا، والفنان محمد جمعة اللي عمل أدوار مهمة جدا كمان في الأعمال الوطنية زي فيلم الممر وأعماله. كان المرحوم الدكتور سيد خطاب اللي كان رئيس الهيئة العامة للأصول والثقافة، برضو يعني كان تلميذي وبعدين تزامنا سوا في الشغل وبعدين كمل هو مسيرته عليه رحمة الله، دكتور سيد خطاب رحمة الله عليه. طيب عايز أسأل حضرتك كمان عن المسرح المدرسي، دوره وأهميته، هل إحنا محتاجين إنه الدور ده يرجع بقوة يكتشف لينا المواهب بقى والنجوم اللي موجودين داخل الريف المصري، ولا ممكن تجارب ثقافية لوزارة الثقافة تقوم بالدور ده؟ عايز أقول لحضرتك إنه إحنا عندنا دور مفتقد للمسرح المدرسي، لأن إحنا لو رجعنا لبداية التأسيس كان على إيد الرائد الكبير جدا فكري سليمان اللي هو أسس المسرح المدرسي في وزارة المعارف، وبعدين الناس اللي أشرفت يعني تم إثناء مهمة تطوير مسرح التربية والتعليم على أيديهم كان من ضمنهم الفنان الكبير صلاح منصور، الفنان الكبير عادل الكاسب. يعني أقصد كان في اهتمام كبير جدا موجه للمسرح المدرسي، هذا الاهتمام مع الوقت تحول إلى دور نمطي. المسرح المدرسي لا يؤدي دوره للأسف حاليا، وأصبح دوره مقصور على مسابقات بتقدم لعدد محدود جدا من الطلاب. صحيح. إحنا محتاجين نعيد الاهتمام للمسرح المدرسي وإسناد مهمة الإشراف عليه لكبار الفنانين عشان يفيدوه بتجارب مختلفة. صحيح. كمان كان في تجربة رائدة جدا كانت قايمة بها الهيئة العامة لدستور الثقافة. هي تجربة مسرح الجرن. تجربة مسرح الجرن كان بيشرف عليها المخرج الكبير أستاذ أحمد إسماعيل، اللي كان بيتجه أصلا في الأساس إلى المدارس في الريف المصري عشان يعني ينمي ذائقة الإبداع وينمي ذائقة التلقي. يعني المدرسة كلها بتشارك في مجموعة من الأنشطة، تقريبا 6 أنشطة، وكمان مسألة تنشيط التراث، يعني ألعابنا الشعبية التراثية، واقعنا أو حكاياتنا الشعبية، كتير جدا من الأنشطة كانت بيتم ممارستها في عدد من المدارس. والحقيقة أنه كان من المفترض أن هذه التجربة تنمو وتتسع أكثر، خصوصا حاليا مع مبادرة حياة كريمة في الريف المصري. كلنا امل في ده باذن الله ويتحقق من خلال. استاذ عزت، انا عاوز اسال حضرتك سؤال سريع جدا، يعني بعد الاداء يعني اللافت لجميع الانظار، هل اتعرض عليك ادوار بعد دورك في منتدى شباب العالم؟ هو الحقيقه يعني انا بالفعل دلوقتي شغلت مسرحيه حلم جميل. نعم. تقدم على خشبه المسرح الكوميدي، عملنا بيها جوله في دي الادوار اللي حضرتك شغال فيها في بالفعل، انا بتكلم على ما بعد عرض المسرحيه، هل اتعرض عليك ادوار ثانيه؟ في أدوار أخرى حاليا بالنسبة لرمضان إن شاء الله. إن شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق الأستاذ عزت زين، يعني القائم بدور جلال الدين الرومي في مسرحية منتدى شباب العالم. شكرا لك يا فندم.